قال الله خلق كل شيء، خلق كل شيء من أجلك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لكن للأسف أن هذه الأرض اللي نمشي عليها، وهذه السماء التي نستظل بظلها، وهذه الحياة اللي أعطانا الله إياها، وهذه النعم إلا ما رحم ربي أصبحت تستخدم ضد الله، وأصبحت تستخدم في معصية الله. أصبح شبابنا بعيونهم ما يشوفون إلا الأفلام والمسلسلات، وأصبحوا بآذانهم لا يسمعون إلا الأغاني والملهيات، وأصبحوا بألسنتهم لا يتكلمون إلا بالفواحش والمنكرات، وأصبحنا نبارز الله بأيدينا وأرجلنا وجوالاتنا. أسألك سؤال، أسألك سؤال، وأسأل الآلاف اللي قدامي، دليل بسيط بس، جوالك هذا اللي بيدك، جوالك هذا اللي أعطك إياه الله عز وجل، في شريحة وفي اتصالات وفي رقم سري، ما حد يدري أنت مخزن رقم من، ما حد يدري إيش الروابط، إيش الصور، إيش المقاطع، إيش اللي جوة هذا الجوال إلا الله. أسألك بالله سؤال، جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام؟ سؤال، جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام؟ إن كنت ممن ينشر فيه الخير، إن كنت ممن ينشر به القرآن والإسلام، إن كنت من ينشر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بهذا الجوال تخدم الإسلام. وإن كنت ترسل بهذا الجوال المقاطع والصور التي لا ترضي الله، فأنت تهدم الإسلام وأنت تحارب القرآن. لأن الأغاني ضد إيش؟ الأغاني ضد إيش؟ ضد القرآن. ترسل أغاني بدل ما ترسل قرآن، ترسل صور بدل ما تنشر إسلامك وتنشر الخير وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحارب الإسلام بالجوال. هذا دليل من أدلة، أقسم بالله العظيم. بعض الشباب يقول لك الحمد لله أنا والله أصلي وأنا وأنا وأنا، بس عندي مشكلة واحدة، وهي مشكلة بسيطة، هي مشكلة الأغاني. مشكلة الأغاني هذه مشكلة بسيطة. كم من شاب يتمنى يقرأ قرآن ما هو قادر السبب الأغاني، كم من إنسان يتمنى يحافظ على الصلاة مضبوط ما هو قادر السبب الأغاني، كم من إنسان وقع في الفاحشة السبب الأغاني. الأغاني ترى لها أثر خطير. الأغاني الله عز وجل بشر صاحبها بإيش؟ بماذا بشر الله صاحبها في سورة لقمان؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما هو لهو الحديث؟ يقسم بالله ابن مسعود بأن لهو الحديث هو الغناء. اشترى لهو الحديث، صار يسمعه في سيارته، في جواله، في بيته، صار عادي عنده الأغاني. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم.